konuşmak istemiyorum bu konuya dair. Ben işimi yapıyorum. Senaryo yazan... النجمة حفصة نور تصدم متابعيها برأيها حول مشاهدها الجريئة التي أثارت ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مشاهد تم تصويرها في مسلسلها بيني وبين الدنيا الذي يتم عرضه حاليا على منصة أمازون برايم. حفصة صرحت من خلال مقابلتها للصحفيين، حيث قالت في بداية حوارها مع الصحفيين قالت إنها لا تريد الحديث عن هذا الموضوع كثيرا، وقالت إنها تقوم بعملها وبما هو مكتوب في السيناريو طالما إنها لا تتعارض مع قواعدها. وصورت المشهد ضمن عملها وقالت إنها تجد هذه الأشياء عادية. Aslında çok fazla konuşmak istemiyorum bu konuya dair. Ben işimi yapıyorum. Senaryo yazan neyse benim kurallarıma aykırı olmadığı sürece yaptığım işim olan bir durum sahne çekildi. Yani normal buluyorum ben bunları. يذكر إن مسلسل بيني وبين الدنيا يتم عرضه حاليا على منصة أمازون برايم، ويتم عرض كل يوم 4 حلقة على المنصة. المسلسل بطولة النجوم ديمت أوزديمير وبورا جولسوي وحفصة نور وماتين أجدولجار. حفصة نور أيضا سوف يتم عرض مسلسل جديد لها هذا الموسم على شاشة التلفزيون، وهو مسلسل فوضى عارمة مع النجوم ميرسيس جي أوغلو وأصليها ملبور وإيطاش ششماز ونجيب ميميلي ونور فتاح أوغلو. والمسلسل سوف يتم عرضه قريبا على قناة فوكس.